فأنا أقرأ مثلا، ناس اختلفنا احنا في قضية الاحتفال برأس سنة ميلادية، ناسي أنا ما ليست كبير، ليس لها كبير أهمية من حيث الظاهر، ولكن أنا أقول أنا أذهب الآن لأحتفي وأشتري أنا كما يشتري الآخرون من ديانات أخرى هذا الرمز لسابان دو نويل، أشتري وأضعه في بيتي. ولكن ماذا تفعل بالنخلة التي وردت في القرآن الكريم؟ فجاء المخاض إلى جذع النخلة، هل نخلة أم سابان دو نويل؟ هل يوجد الآن في ناصرة في بيت لحم إلى الآن توجد هذا النوع من الأشجار التي كانت موجودة يوما ما حينما ولد عيسى؟ هذه أرض شرقية بنباتاتها الشرقية بكل مواصفاتها، وحينما ذكر القرآن النخلة وذكر التمر وذكر، فلأنه أراد أن يرد ميلاد عيسى إلى الأرض التي نبت فيها هي فلسطين، ولكنه هو أخذ إلى أرض أخرى فيها نخيل، فيها ما فيها مل، فيها السابان، فيها ما فيها، فيها أشياء كلها تدل على أنها لم تكن في هذه الأرض، أشياء هذه مجرد أشياء، إذا استطعنا أن نجمع بين هذه المعطيات فقد سلمنا من التناقض، وإلا فنحن فيه منغمسون. جوج صور مختلفة تماما، وهكذا تأتي بعض التناقضات التي نحملها نحن لأن لا ندرك مدى عمقها أو شيء من هذا القبيل. إذن فأرجو أن الذين يقترحون على هذه الأمة أن يعتبروا هذا، أن هذا الذي يتحدث عنه الشعب المسلم، ثانيا إن الذي يدعون إليه يجب أن لا يحدث للناس حرجا، وإلا سوف يقع في المجتمع شيء من الاهتزاز، شيء من التصدي، لأن بالتأكيد أن فئات أخرى لا تقبل هذا. لا يمكن أن نصنع مشروعا مجتمعيا بأشياء يخالفها المجتمع.